تبون ابين لكم كميه هدر الماي في العيد الوطني. شوفوا ايش كثر الماي هذا يترس. تفاخيه واحده اتلست دولكه وطفحت. ترى في ناس محتاجين هالماي ميتين عطش. اوجه رسالتي لاولياء الامور، انتم المدرسه الاولى قبل المدرسه، تعلمون عيالكم ان هذا غلط. نسيت الاعياد الوطنيه اول يا حلوها، ما كان فيها الظواهر هذه الغريبه. سمعت باحصائيه وزاره كهرباء الماي ايش كثر هدر ماي بهذا اليوم. ترى اول من الصعب ان يبون الماي وكانوا خابط بعد عشان نشرب نعيش، والحين نقطه مو حرام. العيد الوطني هو عيد التكاتف والسلام والمحبه واعمار هذا البلد، مو الرش على بعض ماي. الله يحفظكم. امان.